بسم الله الرحمن الرحيم. فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، معالي الأخت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في مصر، صاحبة المعالي وزيرة شؤون المرأة والتضامن الوطني والأسرة والعمل الإنساني في بوركينا فاسو رئيس الدورة السابعة للمؤتمر، معالي السيدات والسادة الوزراء، حضرات السيدات والسادة رؤساء الوفود، الأخوة الحضور والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جئتكم من المملكة العربية السعودية بلاد الحرمين الشريفين رئيسة القمة الإسلامية ومقر منظمة التعاون الإسلامي، حيث تشهد قضايا المرأة اهتماما منقطع النظير. اختصر الزمن وأطلق العنان للكفاءات والكوادر النسائية لتسهم في قيادة التنمية في جميع المجالات في ظل رؤية السعودية 2030 التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمباركة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز. وهذا الأمر ينسحب أيضا على جهود الدول الأعضاء بأقدار مختلفة. ويسعدني أن أخاطب في هذه الجلسة الافتتاحية للدورة الثامنة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة في الدول الأعضاء. واسمحوا لي في بداية هذه الكلمة أن أعرب عن خالص عرفاني وتقديري لجمهورية مصر العربية على استضافتها الكريمة لهذه الدورة. والواقع أن استضافة مصر لهذه الدورة بعد احتضانها الدورة الثانية عام 2008 في الوقت الذي يعاني فيه العالم من التداعيات الناجمة عن تفشي وباء كورونا يعتبر دليلا على حرص جمهورية مصر العربية على تعزيز الأهداف الشاملة لمنظمة التعاون الإسلامي وتوطيد دعائم العمل الإسلامي المشترك في مجال تمكين المرأة والنهوض بها في المجالات كافة. وأود أيضا أن أعرب عن امتناني العميق والتقدير الشخصي لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعايته لهذا المؤتمر ولدعمه المتواصل لمنظمة التعاون الإسلامي، وما حضور فخامته اليوم بيننا لافتتاح المؤتمر الثامن للمرأة إنه لفعل حسن ويبشر بنجاحه. وستمر المرأة المصرية تحديدا تحت قيادة فخامته الحصول على الكثير من الخطوات الإيجابية في مجال التمكين والتنمية. ولا يفوتني أن أعرب عن تقديري لمعالي السيد سامح شكري وزير الخارجية ومعالي الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، وكذلك الفريق العامل في وزارة الخارجية المصرية الذين لم يألوا جهدا في سبيل عقد المؤتمر الهام والترتيبات الممتازة وكرم الضيافة التي حظيت به الوفود ووفود الدول الأعضاء، وهو شاهد إيجابي على جهود الحكومة المصرية وعلى جهودهم في محاولة المصادقة على نظام منظمة تنمية المرأة. وأود كذلك أن أرحب بأصحاب المعالي الوزراء والوفود المرافقة لهم ورؤساء الوفود الذين حضروا اليوم معنا للتعبير عن مدى التزامهم بأهمية النهوض بدور المرأة وتمكينها في أرجاء العالم الإسلامي كافة بل وفي العالم أجمع، والمساهمة في تفعيل مشاركة المرأة في عملية التنمية وبناء مستقبل أكثر رخاء واستقرارا للمجتمعات. وانتهز هذه الفرصة المواتية لأشيد بالجهود التي قامت بها بوركينا فاسو خلال رئاستها للدورة السابعة للمؤتمر وجهودها في مجال تمكين المرأة، بالإضافة إلى متابعتها ودعمها لنشاطات المرأة للجنة الاستشارية للمرأة. فخامة الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، يمثل عقد هذا المؤتمر اليوم في القاهرة نقطة تحول هامة، إذ يعقد في وقت تشكل فيه قضية النهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ضرورة حتمية، حيث تواجه المرأة المسلمة بل نساء العالم أجمع بوجه عام بمجموعة من التحديات والقضايا الجسام التي لا تزال تعرقل تنميتها الشاملة،
كذلك تعلق عليه المرأة في مجتمعنا آمالا عريضة في أن يخرج بتوصيات محددة ترتقي إلى توقعاتها في التعامل مع القضايا المطروحة. أملنا حقيقي في أن تتعاون في أن نتعاون جميعا وتتضافر جهودنا لتفادي أي تكرار يكون فيه ضياع لوقتنا الثمين وطاقاتنا في مسائل خلافية، بل ينبغي أن يكون التركيز منصبا على الهدف الأساسي الذي نصبو إليه جميعا، ألا وهو النهوض بالمرأة ونيل حقوقها المشروعة التي كفلها الإسلام المعتدل الصافي النقي. فخامة الرئيس، أصحاب المعالي، في إطار تنفيذ قرارات المؤتمر الوزاري السابع للمرأة الذي عقد في أوغادوغو بوركينا فاسو تحت عنوان دور تمكين المرأة في الدول الأعضاء، وخلال الفترة التي تميزت باندلاع جائحة كورونا والتداعيات والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدول لاحتوائها بما فيها الإجراءات المفروضة على السفر، واجهت الأطراف المعنية تحديات كبيرة حالت دون تنفيذ العديد من النشاطات المبرمجة، إلا أنه بفضل دعم الدول الأعضاء تمكنت الأمانة العامة بالتنسيق مع أجهزة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة بعقد ندوات وورش عمل ودورات تدريبية ودراسات وتقارير تنفيذ لتلك القرارات. فخامة الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، تعول منظمة التعاون الإسلامي على منظمة تنمية المرأة ومقرها في القاهرة بهدف المساهمة في تمكين المرأة وتفعيل دورها في التنمية في الدول الأعضاء وإعطاء رسالة للعالم الإسلامي وللعالم أجمع بأن الإسلام الحقيقي الصافي النقي يعلي من مكانة المرأة وأنها شريكا فاعلا مع الرجل في المجالات كافة. وقد تجسد دور جمهورية مصر العربية مرة أخرى في مجال تمكين المرأة ودعم جهود المنظمة في هذا المجال في مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتحمل مصر تسديد حصص المساهمات السنوية للدول الأقل نموا في منظمة تنمية المرأة وتخصيص مبنى مستقل متكامل مقرا لمنظمة تنمية المرأة الوليدة وتزويده بكافة الخدمات اللازمة. كما أغتنم هذه الفرصة لأدعو الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي التي لم تصادق على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة للإسراع باستكمال إجراءات المصادقة. فخامة الرئيس، أصحاب المعالي والسعادة، لقد سجل التاريخ الإسلامي مساهمة نوعية للمرأة في النهوض بالمجتمعات الإسلامية، وما زالت الكثير من المجتمعات تزخر بنماذج معطاءة من النساء ساهمن بفعالية في تنمية بلدانهن عندما أتيحت أمامهن الفرص وأزيلت من أمامهن الحواجز والمعوقات. كما يتزايد عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب قيادية في مؤسسات بارزة ويترأسن حكومات وبرلمانات ومؤسسات وهيئات حكومية وغير حكومية وسفيرات ومناصب وزارية. وبالرغم من التقدم الكبير الذي أحرزته المرأة والدور الذي تقوم به، إلا أن نسبة من النساء في الدول الأعضاء يواجهن ظروفا قاسية وحرمانا من بعض حقوقهن الأساسية، وتلك الشريحة في حاجة ماسة وعاجلة إلى حلول على مستوى التحديات والمعاناة التي تعرضنا لها على مختلف الأصعدة عبر هذه المنظمة الوليدة، آملا أن تشكل هذه الدورة نقلة نوعية تلبي تطلعات النساء على اختلاف أوضاعهن ومشاربهن في الدول الأعضاء بما يسهم في بلورة مقاربة إيجابية وجهود أكثر فاعلية في تناول وحل مشكلات المرأة، وأن تحقق القرارات التي ستصدر عن هذه الدورة مصالح المرأة التي ما تزال البعض منهن تعاني من التهميش والفقر والعنف الأسري والتحرش إلى آخره. فخامة الرئيس، أصحاب المعالي، ختاما أود أن أدعو الدول الأعضاء إلى العمل والتعاون من أجل تنفيذ القرارات التي ستصدر عن هذا المؤتمر وتحقيق طموحاتنا تجاه المرأة
وما يستلزم دعمها حتى تتمكن من النهوض بالأعباء الملقاة على عاتقها. إن نجاح هذا المؤتمر يعتمد على جهود الدول الجادة والتزامها بتعزيز دور المرأة ومساهمتها الفعالة في تخطي العقبات وإتاحة المزيد من الفرص للمرأة وتنفيذ ماذا سيتم الاتفاق عليه من قرارات. واسمح لي يا فخامة الرئيس أن أخرج قليلا عن النص لأؤكد بأن منظمة تنمية المرأة وعقد هذا المؤتمر هو رسالة واضحة للعالم الإسلامي أولا وللعالم كله بأن الإسلام الصافي الحقيقي المعتدل يعلي من مكانة المرأة ويعلي من شأنها، وهن شقائق الرجال ولهن مثل الذي عليهن، والمرأة مكرمة في الإسلام وفي القرآن الكريم وفي الحديث النبوي الشريف الصحيح، وألا نعول كثيرا على بعض المنحرفين والمتطرفين وبعض المنظمات التي لديها بعض التفسيرات الغير مسؤولة والتفسيرات المنحرفة للإسلام الذي لا يعطي للمرأة حقوقها. فالمرأة مثل الرجل في الحقوق والواجبات، وأنا متأكد أن فخامتكم وتحت قيادتكم ستقود هذه المنظمة وهذا المؤتمر الكثير من الجهود الطيبة تجاه إعلاء المزيد من إعلاء مكانة المرأة وتوضيح الصورة الحقيقية للإسلام فيما يتعلق بالمرأة سواء في جمهورية مصر العربية أو في الدول الأعضاء. طاب صباحكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.